le bonheur, et surtout de travailler ensemble. Je vous remercie infiniment. Shukran jazilan. Omar Khabar Mekou. Shukran. Merci à vous, Monsieur Nabil Barada. مساء الخير من جديد، مرحبا بالحضور الكريم. المهرجان الدولي للفروسية مادة ينظم أيضا فضاءات خاصة بالطفل والبيئة، ومعرضا خاصة للمنتوجات المجالية والصناعة التقليدية لكي يتم إبراز فيها كل ما تسخر به المناطق الجبلية وكل مناطق المغرب من مميزات تجذب طبعا كل الزوار والسياح للمنطقة. وكما هو معروف يعود أصل هذا التراث الذي نحتفل به وإياكم التراث الوطني إلى حقب تاريخية توزعت بين الجانب الروحي والإرث الشعبي الذي صانه لسنين عديدة نقيب الشرفاء العالميين المرحوم الأستاذ عبد الهادي بركة رحمه الله، وقد كانت غايتهم في ذلك الحفاظ على هذا الموروث الوطني للأجيال الصاعدة، ولا زالت على ممر باقي الدورات القادمة بإذن الله. للتذكير طبعا المهرجان ينظم بشراكة مع المهرجان الدولي للتنوع الثقافي لليونسكو.